انطلق في الدوحة مؤتمر دولي لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتناقش الجلسات على مدى يومين وعبر أكثر من 20 ورقة عمل مقترحات حول مكافحة الإفلات من العقاب حول العالم. في عالم عربي يشهد تحولات كبرى تحضر أشكال متعددة من انتهاك حقوق الإنسان، أبرزها القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري. قليل من مرتكبي تلك الفظاعات تم جلبهم للعدالة، وكثيرون ما زالوا في السلطة بعيدين عن يد القانون. هذا المؤتمر الذي يعد الأول هنا في الدوحة 250 منظمة حقوقية تشارك في مؤتمر لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي. إن العالم لا يمكن له تحمل المزيد من المآسي والفظائع، وقد أضحى تحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي بكافة مكوناته، دولاً ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني. على مدى يومين يناقش المشاركون قضايا المساءلة عن الانتهاكات والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والحق في المعرفة والعدالة والتعويض وتوفير الضمانات، كما يستعرضون تجارب ناجحة في جلب المجرمين للعدالة وأخرى في طور الإعداد. جئت لمشاركة الخبرات والقيم، وهذا أمر مهم جدا لنا. لدينا تحديات في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا، لذا فمشاركتنا مهمة لاكتساب الخبرة في هذه المعركة الإنسانية ولنناقش كيفية مكافحة الإفلات من العقاب. فمسألة الإفلات من العقاب هي تحدي كبير في إفريقيا. دور المنظمات الحقوقية السورية هو أساسي بهذا الموضوع، لأنه هاي المنظمات هي اللي بتقوم بعملية التوثيق اليومية والمواكبة لتبني قاعدة بيانات وحتى تقدمها للمنظمات الدولية اللي هي بدورها بتنتقل عبر القانون الجنائي الدولي لتبني ملفات. يشارك في المؤتمر رؤساء وخبراء لجان تحقيق دولية وكبار موظفي اللجنة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يخرج الجميع برؤية لتطوير وتفعيل آليات تطبيق القانون الدولي. على هذه الجدارية وقع الحاضرون التزاما بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، لكن الواقع يقول بأن عوامل معظمها سياسي ما زالت تقف عائقا أمام إحقاق العدالة للمظلومين وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة. سلمان النجار، العربي، الدوحة.